الروبوتات عاملين قلق اليومين دول، وانتشرت صور وإشاعة لإيلون ماسك مالك تويتر عن زواجه من روبوت، وكمان في مهن كتير اللي هيشتغل فيها بعد كده هتكون روبوت. فحبينا نسأل الناس يا ترى لو عندهم روبوت ممكن يطلبوا منه ايه؟ يلا بينا نشوف الناس هيقولوا ايه. لو عندك روبوت هتطلب منه ايه؟ ممكن مثلا يعمل لي الحاجات اللي هي مثلا تاخد مني وقت طويل، خليه كله يدير كل حياتي الماليه والمنزليه وحتى جاردن. اكيد هطلب منه ان هو يساعدني مثلا في حاجات في المذاكره مثلا مش عايز اعملها ولا حاجه، او مثلا حاجات في البيت او كده، مكوى حاجات زي كده، هيكون اكيد هو يعملها هيكون احسن وهتكون اسهل ليا. هطلب منه اي حاجه اعملها وانا قاعد عشان يعني يوفر عليا تعب. يعمل لي كل حاجه في البيت، يشيل بقى مسؤوليه الاولاد، يشيل مسؤوليه الطبخ في الاكل وكده. يعني هطلب منه ينظم اتصالاتي وكده ومواعيد شغلي. لو قالوا لك مفيش شغل تاني واللي هيعمل شغلك روبوت هتعمل ايه؟ هي الفكره ان الروبوت اللي هياخد اللي هيعمل الشغل ده كده بقى شغل سيستماتيك او شغل روتيني. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. استثمره برضه في مجالي او الكارير بتاعي. واكيد الموضوع هيكون ممل قوي وهي يعني هيكون في بطاله اصلا في العالم كله لو الاي اي يعني عامه انتشر واخد شغل البني ادم، يعني هيبقى حاجه وحشه، يعني هيبقى في بطاله كتير وكده، وما يعني تقريبا مفيش حد هيشتغل تاني. هشوف بقى شغل تاني اقدر انا اعمله عشان ما مش هفضل قاعد كده. يعني لا احبش يبقى شغل البيت لي هو شغل، انا لا. مجرد ما هي الاله من اختراع الانسان. انتشرت صور لإيلون ماسك مالك تويتر واشاعه عن زواجه من روبوت. تفتكر ايه مميزات الزواج من روبوت عن الانسان الحقيقي؟ مش يعني صراحة برضو مش مقتنع بالفكرة ديت. لا يا عم، يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. شوف بقى موفر في كل حاجة، ولا طلبات ولا مكياجات ولا كوفرات ولا اي حاجة، كل حاجة مع نفسها احسن حاجة. تبقى بيرفكت في كل حاجة بصراحة، يعني ما فيش حاجة، يعني انا كل اللي انا عايزه هلاقيه موجود فيها. لا بنفذ الاوامر بس وخلاص يعني، بس مش حاسة هيبقى في فيلينجز في الموضوع يعني. والله الست المصرية ما لهاش بديل. في مقارنة اصلا ده ما ينفعش، يعني هو بس هي هتكون اكنها خدامه بس مش اكتر، هتعمل له الحاجات اللي هو عايز يعملها بس مش اكتر.